السلام عليكم صحاب الكاتو اصدقاء اخوان، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. واحد الدوره مدققه على الازواج، الحمد لله راه كل شيء بلاصتو كما عرفتو. وهذا الفيديو هو اخر فيديو اللي غادي ندير قبل ما يتم قص الريش ديالهم، ولذلك غادي ناخذ فيديو لي انا كيبقى باش كيبقى نرجع عليه الا كنت بنقلب على الطيور كيف كانوا، لان من كيتقص الريش ديالهم كما عاد تشوفوا من بعد الكورونا كتنقص والريش ديال الطيور حتى هو كينقص من التحت، اذا كيبقى كيولي طائر اخر وصافي. مهم كيبدلوا حتى حاجه ما كتضيع، من كيجي البدال راه كيرد الريش ديالو كامل. اذا هنا كما كتعرفوا هنا كاين هذا الحائط، هذا فيه الجلوستر، ولتحت كاينين الرزا اسبانيول، وهنا هذا الحائط، هذا كامل جلوستر هنا، ولتحت كاين الفريزي ديونو. اذا على بركة الله، اذا هذا الزوج رقم واحد ذكر، دائما ذكر على اليمين وانثى على الشمال. زوج اثنان، هادو كونسول لان ما بقاش عندي الكورونا. هادو كونسول كورونا، زوج رقم خمسة، رقم ستة. الحمد لله هاد الساعة أنثى وحدة اللي حطات هذيك البيضة اللي كنت شفتو في واحد الفيديو في لحظة العشر ساعة، بغيت نقول وما تبقى راه باقي شاد ما يصبر. إن شاء الله في هاد الأخر السيمانة غادي يكون عندهم العشاش ديالهم إن شاء الله بحول الله. هادو كونسور تا هما، هنا الزوج رقم 12، وكنمر هنا ل 13، دائما كما كتلاحظوا واخا دابا الذكور نورمالمون الذكور ما بقاتش في الشكل ديالها الدائري، لان ملي كتكون تكوجد كتبدا تولي رقيقه، على اساس انها باش كيكون الهرمونات خدامين، وهذا كيكون باش الطائر حتى الطائر كيكون موجود ملي كيبغي يخدم، يكون زعما في حاله مزيانه في الحاله الصحيه ديالو والجسديه ديالو كيكون مزيان. الا انه كما كتلاحظوا في بعض التزاوجات ان كنكون دائما كنحاول ما امكن انني الانثى ولا الذكر كيكمل الرافق ديالو، الذكر ولا الانثى كما كان، لا كان الذكر كيكمل الانثى والانثى كتكمل الذكر. هذه قاعده اساسيه خصها تكون في جميع الطيور. هنا زوج 24، حاليا كنعطيهم غير هاد جوج وكالات اللي كيبان لكم هنا، كل واحد عنده وكاله ديالو. ملي غادي نطلق بيناتهم كندير هنا الوكالات ديال باطي، وحده باطي وحده كنقدر ندير فيها كريت ولا كندير فيها شي حاجه اخرى. الاناث غدا غادي نلصق لهم ان شاء الله السيبيا ديالهم، راني معطل شي شويه لكن ماشي مشكل، لان كنعطي الكالسيوم والفيتامين او هاد الايام 15 يوم قبل ما نطلق. راه كنحاول نستغل هذا الفيديو باش نهضر لكم على شنو كندير، كيفاش كنخدم، معلومات اللي ممكن قلتها في فيديوهات اخرين، لكن ما في هذا باش نعاودو نلخصو. دائما ذكر على اليمين وانثى على الشمال. Thank you.
الباطي دابا انا راه كلشي ما الوكالات ديالو باش ياكل الباطي. الزوج رقم 37 ديال كاينين طيور لي كنخدم بهم على هذا ليني ديال الانتونسيف بحال مثلا هذا الزوج هذا، وكاين طيور كنخدم بهم على ليني ديال الابيض وخلاص الاخضر بالاصفر. الزوج 44 والزوج 55 كاين هنا بعيد عليه شوية. خمسة وأربعين الزوج 45 يبدا هنا، المفتوح الشمالي كيبدا هنا 46. المفتوح الشمالي خليت ليا 8 أزواج هاد السنة، وكاينين الإناث اللي هما سكور. حاولت أنني ناخذ الأزواج اللي يخدموا لي مزيان وفيهم المواصفات اللي كنقلبوا عليها جميعا كمربيين، مواصفات اللي هي مواصفات عالمية. وإن شاء الله نتمنى من عند الله أن الأمور كاع داكشي اللي بغينا واللي بغيتو نتوما توصلوا ليه في هاد الفرح هذا ديالكم إن شاء الله. أنا الزوج 53 سالينا مع المفتوح الشمالي، وهنا هاد السنة درت هذا الرازا إسبانيول من عند الصديق والأخ ديالي سي عزيز بن شهاب. هاد الطيور هادو تبارك الله ما شاء الله راه طيور مستوى رائع وهما صغيورين بزاف. مزيان الناس اللي كيديروا الكلوستر باش كيبقاو ديما العين صغيره باش ما كتفتش لنا العين ونوليو نديروا الطيور كبار. دائما تا هما الذكر على اليمين والانثى على الشمال. عندي ربعه ديال الازواج هاد السنه، نتمنى خير ان شاء الله. من هما كتشوفوا ارقام 151 والنمره ديال السي علي بن شهاب 163 ام. هي طيور فيها الحركه بزاف عكس الطيور ديال الكلوستر، مزيان حتى بالنسبه للمربي باش انه ما كيملش من الطيور اللي كيشوف فيها كل نهار. وهادو راه الاناث خلاص اللي كنتو شفتو، هاد الاناث سكور ديال الكلوستر، سكور وديال الخدمه ماشي غير سكور، لان عزلهم باش نخدم بهم. وهادو ربعه الاناث ديال المسؤول الشمالي تا هما اللي غادي يبقاو ان شاء الله. هادشي اللي كاين الاخوان، ونتمنى ان شاء الله حد موفق للجميع بالانتاج الوفير وانتاج الوفير وبالعقل. ما كما كنقول ديما ماشي ضروري ان خصنا نديرو 3 تفريخات 4 تفريخات، الا وصلنا للعدد اللي حنا خصنا نوصلو ليه راه خصنا نحبسو. فكرنا نحبسو في تفريخه ولا جوج على حساب العدد اللي بغيتي على حساب العمل ديالك. كل واحد عنده اهداف، من توصل الهدف ديالك تحبس باش انك ما توليش عندك الكثره. ملي كتكون الكثره راه كيكون المشكل ديال الحفاظ على الطيور بصحه جيده، والمشكل ثاني من بعد ملي تبغي تخرج ثاني الطيور كتولي تلقى مشاكل باش تخرج الطيور. هادشي اللي كاين اخوان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.